نتكلم على كان في ازمه بطاطس ودعم السيسي والسخريه من البطاطس الداخليه الداخليه اللي هي بطاطس وزاره الداخليه. ايوه طبعا. ايه اخبار القصه دي؟ هما طبعا بيتكلموا عن موضوع المحدل او الاخفاق المصري، المحدل الاخفاق المصري في الجانب الامني وحادثه الاخباط، واحنا كان معانا فيها فيديو. وبعد كده اتكلموا عن دور جديد للشرطه المصريه وهي توزيع البطاطس في المحافظات المصريه. الصهاينه بيقولوا علينا كده. طب ايه الخبر ده؟ يجيب لنا بس الصفحه الاولى. هات الصفحه الاولى يا حاج، هو ما يعرفش عبري. ده بتاع البطاطس اهوت مصريم همشترى نكرئا لتبيل بمشبر تبوحيها ادما. يعني بيقول مصر الشرطه استدعت، تم استدعاء الشرطه لحل ازمه البطاطس. تبوح ادما اللي هو ايه؟ البطاطس تبوحها. تبوح ادما. تبوح يعني بطاطس. تبوح ادما على بعضها يعني بطاطس. تبوح ادما ازمه يعني ايه؟ ازمه يعني مشبر. مشبر. لكن تبوح تبيل تبيل بمشبار يعني يحل الازمه. مش مهم الازمه عشان صعبه شويه، لكن تبوحه ده ما يعني بطاطس. بطاطس. هم جايبين حتى في الصوره بطاطس. ما انا عارف، انا شايف الصوره وفاهمها، لكن انا اللي هم بيقولوا استدعوا الموديتين اهو مصر. يعني تعالوا شوفوا مصر مشترى للشرطه المصريه. تعالوا شوفوا. يعني اقصد ما هو كانه كده، ده اسلوب ساخر يعني. ايه السخريه في الاسلوب؟ متسرايم ونقطتين يعني مصر كانها بيقول اللي بيحصل في مصر. الشرطة المصرية استدعت نكرئا لطبيل، يعني تم استدعاء الشرطة لحل أزمة البطاطس. أجدين كده هرشيوت من الارتمول مئفاك بمسحار بتبوحية دماء، يعني بيقولوا هناك أزمة لدى السلطات. أنا بس عايز أعرف الحرف ده اسمه إيه؟ ده اللام. اللام عندهم اسمه إيه؟ لمد. لمد؟ الحرف ده اسمه لام؟ يعني الكلمة دي أولها لام وآخرها لام؟ لتبيل. لتبيل؟ لتبيل بيه يعني يعالج كذا. لتبيل يعني دي لام ودي لام صح؟ البي دي. خلاص تمام. دي جملة على بعضها يعني لتبيل بيه أن يحل مشكلة، مشبر مشكلة، أن يتدخل في حل مشكلة. تبوحية أدماء اللي هي البطاطس. الحرف الإن ده يعني إيه؟ حرف اسمه إيه؟ ده التي طاف يعني. الان دي تي. ودي فيه. تمام. يعني متسرايم طبعا اللي معانا على طول في كل تمام. لكن الحرف ان ده اسمه تي. تي. يعني طيب خلاص يعني وده منشور ب 31/10 من ثلاث من اول الازمه. يعني انت شايف ان دي اسلوب سخريه انهم بيسخروا من المصريين انهم مستدعوا. هو كان بيقول بقى ان السلطات المصريه تدخلت في ازمه تجاره البطاطس وبدأوا في إجراءات لحل هذه القضية في تخفيض الأسعار بالاستعانة بالشرطة. تمام. إذن هم بيتريقوا علينا يعني. في برضو بقيتها في الخبر ده بقيتهم من تحت بقى كاتبين إن هم ابتدوا يدوروا في المحافظات وكده، وإن ده دور يعتبر غريب على إن الشرطة تعمله، وفي نفس الوقت كان في نوع من السخرية من الأداء الأمني في ما يخص حادثة الأخباط هي متكررة في إنبال.